في هذا المهرجان وانطلاقة نجوم المستقبل لياتي هذا الانطلاق في شوطنا الخامس عشر، كما شاهدنا رموز هذا المساء التي تميزت التميز الكبير الثلاثة الأشواط الأولى والتي احتضنت الرقم 11، كانت حشمة المبارك بن محمد بن نصر العامري صاحبة الكاس هي من حملت الرقم 11، وكان رمز العبيد بن سعيد بن منان الاكتبي للمتحدي الذي أيضا ظفر ببندقية الجعدان يحمل أيضا الرقم 11، فكانت القسطنطينية لأحمد بن مطر بن محمد العميمي أيضا تحمل الرقم 11 وسيطرت على التوقيت الأفضل، فتهانينا والناموس وهنيئا لكم على هذا الفوز وعلى هذا الرقم المميز الذي حملت الثلاثة الأشواط الأولى. على البركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك ننطلق مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط وسيارة هذا الشوط بانتظار الفائز بالمركز الأول. كان بالنصرة مع حشمة، من سوف يكون شوط الختام؟ خماسية المقدمة والصدارة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، أسير إلى شعار البرنس الذي بدأ ينطلق إلى الصدارة إلى المقدمة المتحدة، هناك جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري بدأ يأتي هنا مع المقدمة والصدارة، بينما هناك مياس العوض بن مهنا بن نوبي المحرمي بدأ يأتي على المركز الثاني، المركز الثالث سلام عمر بن عبد الله بن مطر بن حاده الاكتبي وصل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك مشغلة لمسري بن سالم بالعرطي الحميري بدأ ينطلق، هناك أبو حمد يأتي مع مشغلة، ولكن هنا أيضا المنطلقة عالية حمد بن الصغير بن راشد بن عمان المهيري، وصل المهيري لينطلق هناك على هذا الأداء الجميل ليندفع من خلال تواجد هذه المشاركة، وصلت اسعفة عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي وسلام الله يا بن قناص بدأ يقتنص الفرصة ويغير من مركز إلى مركز من خلال تواجد هذا الاسم، من خلال تواجد أيضا هذا الاسم حربة عمير بن حزمي بن قناص العامري وحافظ على هذا الاسم يا بن قناص، لأنه اسم عملاق وخطر يأتي دائما بالأشواط الرئيسية، ليأتي هنا بن قناص وينتقل إلى المركز الثالث، هكذا هي المنافسة والوصول من شرارة. سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي وصل في هذه اللحظات، ولكن الوثبة محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي يأتي في هذه اللحظات ليقدم هذه الانطلاقة، العودة إلى الكيلومتر الأخير، العودة إلى شوط ختام الحجايج في هذا المساء الرائع. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري ينطلق مع المتحدة وفي الاتحاد القوة والفوز والانتصار، ما شاء الله تبارك الله، الله البرنس 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 بدأ ينطلق، البرنس بدأ يأتي بالسرعة الفائقة، الأداء الرائع والإثارة الطاغية هنا في الميدان الذكي، ننطلق مع البرنس ومع المتحدة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، وصل شعاري حايل، وصلت الوثبة محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، ولكن من الجانب الآخر الوصول من نوادر مبارك بن حمد بالعود العامري عاشق سلالة المختبر، وصل في هذه اللحظات ليقدم الأداء الجميل، ولكن البرنس يغرد خارج السرب هناك مع جولة الأوامر النهائية الأربعمائة متر الأخيرة، والمجنون ليعلن هذا الفوز والانتصار، هذا الأداء الجميل. إذا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يغرد هنا مع أيضا هذه النجمة البيضاء التي بداخلها مليون ناموس لتكون المتحدة هي الفائزة بهذا الشوط، تهانينا والناموس لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، لحظات الوصول مع خط النهاية، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل ولحظات الوصول. المركز الثاني وصلت هناك مشاهدينا العزالي نوادر مبارك بن حمد بالعود العامري، المركز الثالث سعفة عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي، المركز الرابع
المركز الثالث كانت الوثبة محمد بن خير بن عزيز شريفي، رابعا سعب عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي، والمركز الخامس كان الوصول من سلام عمر بن عبد الله بن مطر بن حادة الاكتبي. تهانينا والناموس لحظات أيضا الإعادة بالتوقيت الزمني. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، لحظات الإعادة من خلال التوقيت ومن خلال أيضا المسار الرائع ومن خلال أيضا المنافسة القوية والعملاقة لنشاهد توقيت 4 كيلومترات، فكان البرنس مع الموعد ومع الختام في هذا المسار الرائع لسن الحجائج نجوم المستقبل. 6 دقائق جزئيني من الثانية. تهانينا لمالك المتحدة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري على هذا الفوز وأيضا الانتصار. بينما المركز الثاني وصلت هناك مشاهدين الأعزاء في ثاني المراكز بأداء رائع وجميل من خلال المنافسة القوية والتحدي المثير، لتعلن هناك أيضا 6 دقائق 5 ثواني 7 أجزاء من الثانية، وكان أيضا هناك شعار بالعود مع ايضا مشاهدين الاعزاء نوادر مبارك بن حمد بالعود العامري. المركز الثالث كان الوصول ايضا من الوثبه القادمه بانطلاقه رائعه وجميله، وكان شعار ايضا محمد بن خير بن عزيز الشريفي 6 دقائق 6 ثواني جزئيني من الثانيه. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام كانت انطلاقه المساء، وكان السر الرقم 11 مع 3 ايضا الاشواط الرئيسيه الاولى بايضا الرموز والتوقيت الافضل حملت هذا الرقم الغالي. اذا مشاهدين الاعزاء وصلنا الى ختام منافسات هذا المساء الرائع من ارض هذا الميدان، الميدان الذكي ميدان المرموم. ننتقل بكم مباشره مشاهدين